ويانا روح حق تقرير مباراة القادسية والسالمية. لكن قبل التقرير اخونا ابو فهد داس تغريده يقول: السلام عليكم اخوي عبد العزيز، هل يرضيك هذا المنظر من هذا المشجع يقف مع فريق اجنبي ضد فريق من بلده في نهائي قاري؟ والله ما فيها شيء يا اخوي، فريق يمثل هذا انت بعد انت ضد يعني راح يشتكي عند الشخص الغلط، راح يشتكي عند الشخص الغلط. ما غزا عليك انت، يمكن انت يقصدك. ليش قلنا وراء قايله قبل هذا؟ كلنا وراء يبغى اللي يمثل، اللي يمثل البلد منتخب بس. قالها قال بس يا ابو عزيز، قال 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 ما فيها شيء، ما فيها شيء. يبغى خليجي، ما فيها شيء. لا تاخذونا بالامور شكو خليجي ودين وما ادري شنو، يبا هذا رياضه. لا تدخلنا، لا تدخلنا بالامور. لا في ناس دخل كبلد ما ادري شنو، يصيرون لك اراوي، شو يصيرون لك اراوي؟ ما يصيرون لك اراوي، اراوي لا ما له شغل. اللي مثل البلد منتخب البلد، لما يلعب السعوديه نحط ايدنا على راسه ونشجعهم، والهلال على راسه، والهلال لما يلعب المنتخب الاماراتي، لما يلعب المنتخب القطري، البحريني، الكويتي، كلهم نحطهم على راسنا. بس فريق لا، ما له شغل، كلنا وراوه. يا خذ خذ طالع، روح لتلعب يوم السبت. يوم السبت مو تنسى تدعي اليوم ان شاء الله. انا دعوتي تيمته باكر، صح؟ اليوم يعني، صح؟ اي مو تنسى.